المغرب وخارج المغرب، معكم اخوكم القرقوري، كتعرفوا طعام على قد العام. مرحبا بكم في القناه المتواضعه. خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، حياكم الله، بقوا معنا من الاول حتى الاخر وما تنسوناش من اللايكات ديالكم. هاد الايامات هادي كنشوفوا تفاهه ولات ضروري نهضروا عليها. ملي كتبان لك لا بيلانسات والبياسات والطوال والسب والقذف، الدراري الصغار، العائلات الكبار، الاموات، الاسر، كلشي مفضوح، فلازم حنا نتكلموا. خوتي المغاربه، خواتاتي، هاد الناس البارح شفنا واحد الفيديو ديال هذيك بعلاويه. اذا هنا غنخرجوا نتكلموا على الطريقه اللي خرجت ليها بالفيديو. خرجت كتناشد واحد المنصه باش يجمعوا عندها مشكل نهار السبت. هنا غندخلوا في واحد الحيتيات، وقالت سبقوني على بوكريشه. اذا هنا قضيه ما فهمناهاش. هنا قنواتهم كبار كيتخلصوا، نتوما عارفين هاد الناس اللي جبت، كل قناته كاين اللي عنده مليون 800 كا، عنده 900 كا. اذا اللي ما كيشدش مليون كيشد 16 مليون. خوتي خواتاتي، حنا لا ازكي نفسنا ولا نقولوا ما كان، حنا المهم يلاه بادين. هاد الناس لقاو بعض المتتبعين والجاليه المغربيه. خوتي خواتاتي، بزاف علينا هادشي. واك واك، حول بركيران بكى. يلا عرفتوا علاش بكى؟ ما عرفناش واش بقى فيه كل والشرفه. قبل منكم كانوا ناس مشاهير اللي كتخرجوا تردوا الناس نتوما، وتردوا الراي العام، وتردوا المجتمع، وتردوا بان القصيرات، وبان هاد السب وهاد الشتم وهاد الفيديوهات اللي كديروا راهم مباحين. راه لا، راه مغاربه كيتفرجوا فيكم، كبير صغير متوسط مراه اخوانيه، وليتوا منتشرين في هاد المواقع، فلازم نتكلم. وحده البارح خارجه راجلها في السجن وهي كتعكر وتقاد ودير لينا الماكياج في وجه مباشره مع الكاميرا. واش هاد الشيء كيبغي شي واحد مغربي؟ هاد المعامله في المواقع التواصل الاجتماعي اللي كتنشر لينا هاد الشيء بزاف، اللهم ان هذا منكر. وخوتي المغاربه، غير كتبدا شي وحده يلا ديك النار حاسي و بغيريره، كانوا باق شريت ربح شويه. وخوتي ما قادش بنادم يتكلم في قناته وفي لايفاته ويتكلم وعنده واحد المواضيع اللي غيحطهم، ما تنشروش لينا هاد الشيء ديال التفاهه. وفي الاخر نبداو نشوفوا فيكم، بكي عليا نبكي عليك، جمع عليا نجمع عليك، شكي عليا نشكي عليك، دخلي هذا ندخل هذا، لا هادو يدخلوا في هادو. حنا شفناكم كلكم عائلاتكم نايض فيها البحر وماجو، وهاج علينا خماجو، ما بقيتوش كتبغيو تكلموا معانا بواحد علاقة، واحد استرخاء، واحد الرجولة، واحد الشهامة، واحد تمرات ديال وحدة، ولا تقول لينا راكم كتعرفوا الناس ديال كلنا تحت إمارة الأمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، كل المدن راية وتحت راية وحدة. حنا ما كيهمناش أي شخص ولا كيف ما كانت منصب ديالو ولا هذا، فحنا كلنا شعارنا الخالد، الله، الوطن، الملك، ولا للضرب في المؤسسات قولا وفعلا، ولا للضرب في القضاء، ولا للنشر هاد العري وهاد الفساد. وفي الاخر كتبداو تبكيو على المغاربه. فرساله من اخوكم القرقوري، خوتي خواتاتي، هاد الشيء اللي كنشوفو نوض قبيله وقليله جاتو مواقع التواصل الاجتماعي، كلشي الانستغرام، تيك توك، ما كاين غير هادي كذبات، هادي تعرات، هادي عايره الدراري الصغار، هادي قالت سير الله يعطيكم الصحه، كله بغيريره. ديك المره قلتي لهم الله يعطيكم دوزناها، ديك المره راه قلتي دوزتي عكاشه، حنا ما باغيين لك والو، حنا منتقدين. اللي ما قدش عليها القنوات وما قدش على المواضيع يخرج يروح. كاينين اموات وكاينين باوات وكاينين خوت وخواتات ما باغينش هاد المحتويات، فانتوما كتعرضوا علينا نفسكم في ديورنا
وكتعرضوا على المجتمع المغربي فيديوهاتكم ولايفاتكم وكديروا فيهم مواضيع حاشا ولله باش نتكلموا عليها. فكيف اليوم كنشوفوا القنوات كيدعموا وكيشجعوا هاد القنوات؟ فهذه نقطة ورجعوا للسطر الله أعلم. وحدة دير اللي دار ضرب في ما وتعير ما وتسخر ما وحدة تعير وحدة ما بينها وبين ما وحدة والو تسبها وتقول لها نذبحك من الواريد الواريد وروينا. وفي الأخر كلنا البنانة كلنا بنانة وصق عادي الأيام راه قريبة لك بلا ما تبقاو تلعبوا علينا. فقنا وعقنا لا لي متبع انا مش متبع كندوي معكم انا ماشي صاحب قناه متبع انايا ورا قهرتونا يلا سير الغالة اسعار نطو نتوما واش هذاك فيديوهات كديري هذيك البنانه واش هذيك هضره تقولي انا والحسيمه والناس والرياف ما كتعرفيش كيفاش تكلمي راه كاينين الناس ساكن ما لاقينش عشا ليله كاينين الناس رجالات ومشدودين وما دايرينش هادشي كاينين الناس ما لاقين ما ياكلوا وناعسين في ديورهم كاينين الناس ما عندهمش داكشي الله عز وجل فضلنا بعض على بعض بدرجات نتوما والو بغيتو تعريو لينا وبغيتو تكذبوا علينا وبغيتو تستحمرونا وديروا لنا المشاكل الروينه كديروا في اليوتيوب ما عرفناش واش هادشي بالصح ولا كذب. حنا اللي ضرب في القضاء القانون والقضاء تحياتي ليه واللي كان اخوتي المغاربه كيدير لينا محتوى او كيضرب لينا في القضاء ولا في الناس فلازم القانون كيتدخل. وهنا ملي كنقولوا القانون كيتدخل كاينين فصول الانسان ملي كيبدا كيتبجع وكيعمر شويه ديال الفلوس كيقول صافي اي حاجه جات في فمي نقولها في اليوتيوب الشريف ولد الريف راهو كان احترام القضاء واجب علينا وعلى والدينا وعلى كل الشعب المغربي. ملي تخرجوا نتوما تعطيونا هذا الشيء اش نقولوا الاعداء كتعطيوهم باش يخدموا؟ فهنا كنتعصبوا وكنقولوا يا ربي تلطف بهاد القوم اللي ما عرفناش اش باغي وصل. تحياتي واحتراماتي لخوتنا وكلنا هذيك الام سعاد اللي هي ام مغربيه تحياتي. وكان معاكم داك خونا اللي كي يسمي بلا ما يكني تحياتي لخوتي المغاربه حياكم الله اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب ما تنسوناش من لايكات